بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدياجنوستيك كرايتيريا فور نيوروميلايتس أوبتيكا سبيكترام ديسوردرز. النيوروميلايتس أوبتيكا is a rare inflammatory neurological disease affect the central nervous system. The diagnosis of neuromyelitis optica is very difficult. عشان كده في diagnostic criteria تم إصدارها في 2015. والقصة تبدأ من قبل كده. تبدأ في أكتوبر 2011. تم عمل فريق مكون من 18 نيورولوجيست من 9 دول. الفريق ديتي عمل 7 اجتماعات او 6 اجتماعات في الفترة من اكتوبر 2011 الى نوفمبر 2013. البيبر كلها اللي عملها هذا الفريق هحط اللينك بتاعها تحت الفيديو ده. بيبر في غاية الأهمية ومهمة جدا جدا جدا. النهاردة كلامي عن الدياجنوستيك كرايتيريا اللي اتكتبت في هذه البيبر وهي اللي بنمشي بيها في الدياجنوزيس اوف نيوروميلايتس اوبتيكا سبيكترام ديسوردرز. الأربع سلايدز الأولى من كلامي في غاية الأهمية. السلايد الرقم واحد دي مهمة جدا 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 اللي هي الكور كلينيكال كاركترستيكس اوف نيوروميلايتس اوبتيكا سبيكترام ديسوردر، ودول 6 بوينت، 6 دياجنوستيك كرايتيريا، كور دياجنوستيك كرايتيريا. اهم واحد فيهم الاوبتيك نيورايتس، ياتي المريض بمانيفستيشن اوف اوبتيك نيورايتس زي فيجوال لوس. بيجي المريض باوكيولار بين وخاصه اثناء الموفمنت. بيجي بسكوتوما، بيجي بفيجوال فيلد ديفكت، وغالبا المريض بيكون بايلاترال اوبتيك نيورايتس، ولكن في بعض الحالات بيجي المريض بيونيلاترال اوبتيك نيورايتس. النقطه الثانيه او الكلينيكال بريزنتيشن الثاني الاكيوت مايلايتس، واثنين دول الاوبتيك نيورايتس والاكيوت مايلايتس من اهم الدياجنوستيك كرايتيريا في حالات النيورو مايلايتس اوبتيكا. انا عملت كذا لقاء في الاكيوت مايلايتس اللي هي الانفلاماتوري مايلوباثي، فانصحكم برضو بالرجوع اليها لانها هي مهمه جدا جدا جدا. في حالات النيورو مايلايتس اوبتيكا في حاجة عندي اسمها longitudinal extensive myelitis، بيكون affection لأكثر من 3 segment of the spinal cord، affection of 3 segment of the spinal cord، وبيكون الموست affected site هو البوستيريور كورد الدورزال كولم، الموست affected site غالبا بيكون المايلايتس مش واخد كل السكشن اوف ذا سباينال كورد، بيكون الموست affected هو الدورزال كولم. والكلام ده اتكلمت زي ما قلت بالتفصيل عنه في كذا لقاء تحت عنوان المايلايتس. الكلينيكال كاركترستيك رقم 3 اريا بوستريما سيندروم. الاريا بوستريما سيندروم دي موجوده في اللور بارت، البوستيريور لور بوستيريور بارت اوف ذا فورث فينتريكل على الفيجال ترايجون، بتبقى يعني لها ريليشن بالفورامين اوف ماجندي. الافكشن للاريا بوستريما المريض بياتي بهيكب ونوزيا وفوميتنج، ودي بتكون واضحة جدا في الإيميجينج. أنا برضو في اللقاء ده برضو معاي إيميجينج هتوضح الكلام ده. أكيوت برين ستيم سيندروم، وهذا الكلينيكال بريزنتيشن أوف أكيوت برين ستيم سيندروم زيه زي أي برين ستيم سيندروم، ممكن يجي مع حالات الستروك، ممكن يجي بديبلوبيا، ممكن يجي المريض بسايدد ويكنس، ممكن يجي المريض بأتاكزيا، بيجي بكرينيال نيرف بولسي. رقم 5 سيمتوماتيك ناركوليبسي
or acute diencephalic clinical syndrome with neuromyelitis optica diencephalic MRI lesion. الدينسيفالون هو الثلمس والهايبو ثلمس. والدينسيفاليك سيندروم المريض بيجي ببراديكارديا هايبو تنشن هايبو ثيرميا. وطبعا الناركوليبسي معروف ان هو اكسيسيف داي تايم سليبينج. اخيرا رقم 6 سيمتوماتيك سيريبرال سيندروم. المريض ممكن يجيني بسايدد ويكنس، ممكن المريض يجيني بمانيفستيشن اوف انكريز انتراكرينيال تنشن، لان من ضمن البريزنتيشن اوف نيورومايلايتس اوبتيكا ان ممكن المريض يجي بتيومو فاكتيف ليجن ماسيف ليجن عامل ماس ليجن يجي بالمانيفستيشن اوف انكريز انتراكرينيال تنشن. وفي حالات التيومو فاكتيف ليجن لازم اضع في دماغي المالتيبل سكليروزيس، ولازم اتاكد اعمل اكسكلوجن للمالتيبل سكليروزيس. دي الكور كرايتير الكور كلينيكال كاركترستكس بتاعه النيورومايلايتس اوبتيكا سبيكترم ديسوردرز. ناتي بقى للنيورومايلايتس اوبتيكا سبيكترم اللي هي فيها الاكوابورين بوزيتيف. الاكوابورين بوزيتيف عندي ثلاث نقاط. الأولى at least one clinical core characteristic، واحدة من الستة اللي قلناهم. النقطة الثانية positive test of aquaporin، الأكوابورين يكون positive. ويفضل إني أستخدم cell based assay. cell based assay ده بيعتمد على cell culture، وده الأكيوريسي والسنسيتيفيتي بتاعته أعلى من البايوكيميكال assay. رقم 3 ودي موجودة في أي حاجة exclusion of alternative diagnosis زي المالتيبل سكليروزيس اللي هو الأخ الأكبر للنيورومايلايتس أوبتيكا، حالات المايلايتس كلها الديفرنشال دايجنوزيس اوف مايلايتس، فلازم أعمل exclusion للالترناتيف دايجنوزيس. لو لاحظت هنا إن أنا مش محتاج imaging في الحالات اللي بيكون فيها الأكوابورين بوزيتيف، ولكن حاجتي للايمجنج هنا عشان الاكسكلوجن مش عشان الدياجنوزيس اوف نيورومايلايتس اوبتيكا، لا عشان اعمل اكسكلوجن للالترناتيف، لان في الحالات اللي هي سيرو نيجاتيف اكوابورين لازم محتاج ايمجنج. والايمجنج هنا ام ار اي سباينال كورد وام ار اي برين. Diagnostic criteria for neuromyelitis optica without aquaporin positive أو اللي هي سيرونيجاتيف aquaporin سيرونيجاتيف، أو الاسم الثاني unknown aquaporin state. في الحالات دي أنا محتاج two core criteria مش واحدة زي الحالات اللي بيكون فيها الأكوابورين positive، وتكون الكور كرايتيريا دي at least one core criteria اوبتيك نيورايتس او اكيوت مايلايتس. لازم الكور كرايتيريا في الحالات اللي هي سيرو نيجاتيف تكون واحده منهم اوبتيك نيورايتس او اكيوت مايلايتس اللي هي لونجيتودينال اكستنسيف مايلايتس اكثر من 3 سيجمنت افكشن اكثر من 3 سيجمنت. ديسيمينيشن ان سبيس تو اور مور ديفرنت كور كلينيكال بريزنتيشن. لازم يكون المريض عنده تو كلينيكال بريزنتيشن، يعني جاي لي بسيريبرال او جاي لي ببرين ستيم، جاي لي بداينسيفاليك او بوست ريما سيندروم، جايين باوبتيك ومعاه بوست ريما سيندروم اللي هي الديسيمينيشن ان سبيس. فولفيلمنت اوف اديشنال ام ار اي ريكويرمنت. لازم الام ار اي ريكويرمنت اللي هي لازم اجد في الام ار اي او في الايمجنج مايلايتس او اوبتيك انيورايتس. نيجاتيف تيست الاكوابورين طبعا سيرو نيجاتيف exclusion of alternative diagnosis. وزي ما قلنا هنا الاكوابورين لازم اعتمد على cell based assay مش biochemical assay. additional MRI requirement for neuromyelitis optica without aquaporin aquaporin IG and neuromyelitis optica with unknown aquaporin state اللي هو الحالات السيرو نيجاتيف او النون اكوابورين ستيت. اكيوت اوبتيك نيورايتس از ريكوايرد. في الحالات اللي زي كده بيكون افكشن للاوبتيك نيرف
للأوبتيك نيرف أو الأوبتيك كيازما. وفي الحالات دي زي ما قلنا بيكون MRI ويكون MRI with contrast affection للأوبتيك نيرف نفسه أو للأوبتيك كيازما. وبرضو هنا معي برضو imaging هتوضح الكلام ده خالص. acute myelitis وتكون الميلايتس longitudinal extensive affection في أكثر من 3 segment of the spinal cord. area postrema syndrome ودي برضو بتبان في الإيميجينج. acute brain stem syndrome is required أو associated with periependymal brain stem lesion. هنا واضح جدا الاوبتيك نيرف الليفت اوبتيك نيرف افكشن هنا في التي في تي 2. هنا الاوبتيك كيازما دي تي 1 ويز كونتراست تي 1 ويز كونتراست واضح جدا ان الاوبتيك كيازما واخده الكونتراست. سباينال كورد ساجيتال تي 2 اكستنسيف حتى واصل الليجن لحد البرين ستيم وهنا تي 1 ويز جادولينيوم باين واخد الكونتراست. دي بقى الاريا بوست ريما ادي طبعا الفورس فينتريكل ودي الاريا بوست ريما واخده الكونتراست هنا واضحه جدا وهنا في الساجيتال تي 2 واضحة جدا وهنا واضحة جدا اريا بوست ريما. ده البيري ابن دايمال ده البرين ستيم افكشن للبرين ستيم افكشن حالات الاكيوت برين ستيم سندروم اللي هي البيري ابن دايمال هنا افكشن. داين سيفاليك سيندروم او داين سيفاليك سيندروم هنا واضحه جدا الرايت سالاموس في هايبودنس ليجن وهنا واضح في الهايبو سالاموس بايلاترال هايبو سالاميك افكشن واضح جدا. الحالات دي حالات نيورومايلايتس اوبتيكا سبيكترام. زي ما قلت حالات نيورومايلايتس اوبتيكا ممكن تيجي بسيريبرال سيريبرال سيندروم وممكن تيجي بالتيوموفاكتيف ليجن تيوموفاكتيف ليجن او يجي بمسيف ليجن. فالحالات دي لازم اعمل اكسكلوجن للمالتيبل سكليروزيس. وفي الحالات اللي بتكون سيرو نيجاتيف نيورومايلايتس اوبتيكا سبيكترام والاكوا بورين نيجاتيف الحالات دي الدياجنوز بتاعها فيري ديفيكالت ولازم اخد بالي من اني اعمل اكسكلوج ديتيلد اكسكلوجن للالترناتيف دياجنوزيس وخاصه المالتيبل سكليروزيس لان في بعض الدراجز اللي بتستخدم في التريتمنت اوف مالتيبل سكليروزيس بتعمل ديتيريوريشن الحالات النيورومايلايتس اوبتيكا. كده نكون خلصنا كلامنا في الدياجنوزيس اوف نيورومايلايتس اوبتيكا. واذكر ان اللينك بتاع البيبر هيبقى تحت الفيديو ده فيا رب تكونوا استفدتم من الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.